مش عايز ازعاج دلوقتي. امال انا هربان من مكتبي ليه؟ حاضر حاضر، قلت حاضر. الاستاذ دخول يا علي دخول، سكرتير عام الشركه. سيادتك العقيد فوزي حجازي، رئيس مباحث المنطقه. ايوه، وجيت زي ما حضرتك طلبت مني في تليفون، لكن موظفين مكتبك قالوا انك مختلف نفسك هنا في مكتب المدير. ده بيحصل احيانا، والبين نفسه عارف كده. في الحقيقه انا مختلف بملف عمليه كبيره مع عمليات الشركه. الملف قدامك اهو، وفوقه نظارتي، وجنبه القلم بتاعي. اصل انا مكتبي زي الورشه، في الموظفين والعملاء داخلين وخارجين، وفيهم اللي يدخل ويلزق. يعني مش هعرف اقرا الملف، وكمان مش عايز حد يعرف ايه اللي وراه. للدرجه دي الاهميه والسريه؟ انا مش هخبي عليك، سعاده البيه حب يتلاعب شويه في الاسعار عشان يتهرب من الضرايب، لخبط الدنيا كده. بس مش ده الموضوع اللي انا اتصلت بسيادتك علشان. انا عايز اخد راي سيادتك في موضوع خطير. بخصوص تهرب عماد بالضرايب؟ لا، بخصوص اختفائه. اختفاء مين؟ عماد اختفى؟ من 15 سنة أنا بشتغل معاه، عمره ما اتأخر دقيقة واحدة عن مواعيد الشركة لأي سبب من الأسباب. إزاي يغيب ويتأخر 3 أيام بحالهم؟ وطبعا سألت عنه في البيت ما لقيتهوش. وده اللي مخوفني، سألت كل اللي يعرفهم ما لقيتوش، لا قابل أي حد ولا ساب أي خبر في أي حتة. اسمي شمس، اشتغل هنا؟ أنا الوحيد اللي عايش مع البيه. شمس بيشتغل مع البيه وهو لسه بيبتدي حياته، يعني معاه من قبل مني. رغم كده ما سابلكش خبر وراك فين؟ لا، مش غريبة؟ جدا. وأنت ما عندكش فكرة؟ لا، يعني ما تقدرش تستنتج؟ لا، كده كده. وأنت آخر مرة شفته فيها؟ من 3 أيام. فين؟ فين؟ فين يعني؟ في أوضة المكتب ده. ساعة كام؟ نص الليل. نعم، عايز إيه؟ مش هتتعشى؟ بعدين بعدين. يعني هتسهر؟ أمال بقولك هتتعشى بعدين يعني إيه؟ أنا ما بحبش الأسئلة الغبية. طب أعمل لك فنجان قهوة؟ لو كنت عايز كنت طلبت منك. يعني مش عايز حاجة. انت لسه واقف قدامي؟ سيب العشاء على السفره واتفضل نام. وفعلا رحت نمت. وصحيت امتى؟ اصلي الفجر. هناك كان في الفيلا؟ لا. ما استغربتش؟ استغربت. كان ايه تفسيرك لغيابه في ساعه زي دي؟ انا راجل جاهل ما اعرفش بالتفسير. كيف؟ كيف؟ طب لقيت واكل حاجه من العشاء اللي انت كنت سايبه؟ لا. دخلت اوضه الطول؟ ايوه. سريره كان حالته ايه؟ مترتب وانا نمشي فيه. وبلاد هدومه؟ انت قلت لي انك سبته لابس البيجامه والروب، ما لاحظتش انه غير؟ لا. ازاي خرج بالبيجامه في ساعه متاخره من الليل؟ وبعدين خرج بايه اذا كانت عربيته ما اتحركتش من جراج الفيلا؟ ايه؟ هي موجوده لغايه دلوقتي؟ ايوه. ما ليه ما قلتليش؟ حضرتك ما سالتنيش. كده كده. مساء الخير جميعا. اظن حضرتك المباحث. انا لما عرفت انهم بلغوا حضرتك قلت اجيب نفسي من الاول بدل ما تشك فيا. ايه بتبصوا لي كده ليه؟ كنت منتظر اني هدخل بعيط واقول عمي عمي. حضرتك الاستاذ كمال ابن اخو عماد بيه، انما العلاقات الدبلوماسيه والاقتصاديه اللي بيننا مقطوعه. هتسالني عن السبب؟ هقول لك ان السبب التقليدي في الحالات اللي زي دي، عمي غني جدا وحريص على فلوسه وانا على الحديده. وحضرتك بتشتغل ايه بالظبط؟ بكالوريوس تجاره، انما كاتب على الكارت بتاعي رجل اعمال. اعمال زي ايه؟ ممكن ياخد فكره؟ مشروعات جباره، هيعمل اللي ما اتعملش. مشروعات متخططه ومدروسه علميا. تعرف انت يعني ايه علميا؟ يا سيدي انا راجل عندي خبره، ما عنديش بكالوريوس. انا المشروعات بتاعتي مش خياليه.
انا سبق وشرحتها لعمي اكتر من مرة. انا مشروعاتي جاهزة خالص، ما ينقصهاش اي حاجة غير رأس المال جاهز. انما في يوم من الايام هيكون عندي، وهتبقى ليا شركة كمان اكبر من شركة عمي، بس بالطبع مش هغلط زيه في اختيار الموظفين. سامع سعادة البيه، قصدك ايه يعني؟ يا اخي بالظبط حضرتك بتسألني انا؟ ايوه يا سيدي بسألك انت، هما الاثنين دايما على طول كده. العلاقات الدبلوماسية مش تمام، واحب قبل ما يتكلم اوفر عليه الكلام واقر واعترف علنا بان عمي هو اللي رباني وصرف عليا بالقطارة لحد ما اخدت البكالوريوس. وكان جزاؤه انك تمردت عليه وما قدرتش تشتغل في سكرتية عمك. طب ليه واحد زي انا ما اتغردش زيك وما حاولتش استقل واعمل صاحب شركة؟ انت لا، انت ما تقدرش يا دكتور. طب انا على الاقل بسوق، لكن انت ابن امبارح والبكالوريوس بتاعك ده ما جيش حاجه بخبرتي الطويله. خبرتك على عيني وراسي، بس ما تنساش ان في فرق بيني وبينك وفرق كبير. هو ايه ده بقى؟ ان شاء الله حضرتك ما حتكش حاجه وهتفضل على طول ما حتكش حاجه، لكن انا مش هفضل على طول كده. انا الوريث الوحيد لعمي وعمي اختفى. مش هديلك فلوس يعني؟ مش هديلك فلوس. انا ما بشحتهاش، انا بستلفها. الفرق مش كبير، مفيش فرق خالص. انا هكتب بقى كمبيالات شيكات لو عايز تطمن اكتر، وهردها لك على صاد بعد ما تنجح مشروعاتي. وافرض ما نجحتش مشروعات حضرتك؟ هتنجح، وانا عرضتها على حضرتك وانت عارف انها هتنجح. لكن حتى لو ما نجحتش ممكن تحبسني بالشيكات. يقولوا عماد زكي حبس ابن اخوه. انت عارف ان انا ما اقدرش اعمل كده، يعني معناها انك جاي تنصب عليا. انا انصب عليك؟ وده جزائي عشان صرفت عليك وعملتك بني ادم واديتك شهاده. انت هتشتغل هنا في السكرتاريه بتاعتي. في خدمتك يعني؟ والله ما فيش مانع اذا كنت عايزها صريحه. هشتغل في خدمتك عشان ارد لك اللي صرفته عليا. مش عيب، وكله سلف ودين. مش جاييني عايز سلها في مبلغ تاني؟ يا عم انت ما كنتش كده ابدا. مفيش عمي ولا مش عمي، تشتغل في شركتي اهلا وسهلا، ما تشتغلش عندي. مش هشتغل، واعمل اللي انت عايزه. بالظبط ده اللي حصل، وكل الموظفين اتفرجوا وسمعوا. والصدام التاريخي ده حصل من حوالي 3 اشهر، وترتبت عليه نتائج تاريخيه. زي ايه؟ بالاختصار عمه طرده من الفيلا، وانا استريحت اللي بعتها. بس بصراحه عمي ما كانش كده ابدا، لكن معرفش ليه في الشهور الاخيره اصبح عصبي وقاسي وحريص على فلوسه بطريقه جرحه. كل ده عشان ما ادالكش. انت عارف ان عمي اتغير كتير. ما تتكلم يا عم شامبر. ما عنديش حاجه اقولها. كمل كلامك يا اخ كمان. ايه اللي حصل بعد ما سبت الفيلا؟ الحصار الاقتصادي طبعا. عمي مفيش منه ولا مليم، لكن انا حاولت استلف من بنك ومشروعي معروض على مجلس الاداره، وسكنت في شقه مفروشه على قد ظروفي. قصدي على قد ظروف اصحابي اللي بيسلفوني. يعني بالاختصار متبك. وحالتي زي الهباب، بس ما قتلتش عمي. قتلتوش؟ ومن؟ اذا اتضح كده، وده اكيد اللي هيبقى حصل. طبعا حضرتك بعد ما تكتشف موده هتتصور ان انا اللي قتلته باعتباري وريثه الوحيد. يظهر انك بتحب تقرا كتير في الروايات البلاصيه. كل ليله قبل النوم. والعلم حضرتك وانا في ثانوي كان من امنياتي ان انا ادخل كليه البوليس واطلع ضابط مباحث زي حضرتك كده. لكن اؤكد لك ان ما خطرش في بالي ابدا ان هيكون عندي مستقبل لو بقيت مجرم. وده السبب الوحيد، وبكرر كلمه الوحيد، اللي خلاني ما قتلتش عمي. الكلام ده هنبقى نناقش بعدين عشان نتاكد منه. ده طبعا بعد ما يتاكد لنا ان عمك توفى يوم الوفاه من ايده. مش كده ولا ايه؟ اللي تشوفه. بس هنضيع الوقت في الانتظار، لكن تحت امرك. تمام يا فندم، كله ماشي مظبوط، وكل ضابط قايم بمهمته في الجهه المكلف بالبحث فيها. اسامي البوليس والمستشفيات. اسمه مش مذكور في الدفاتر. شقته في اسكندريه مقفوله ما اتفتحتش، والجيران والبواب ما شافوش.
عزبته الدهنية متأجرة ومعروضة للبيع ومحدش هناك شافه. وهنا في القاهرة كل أصدقائه ومعارفه سألتهم ومفيش له أي أثر. فتش عن المرأة، هو معروف إن له علاقات من النوع ده ولو في السر. ما افتكرش إن شخصيته وسنه يسمحوا له بالتفكير في حاجات زي دي. وظيفته الخاصة إيه؟ كان متجوز زمان، مخلفش، طلق، عاش لوحده أكتر من 20 سنة. طب والست فين؟ واسمها إيه؟ مفيش معلومات، ولو إن واحد من شهود كان عايش معاها زمان أيام ما كان متجوز. مش الراجل ده اللي اسمه شمس؟ ايه رأيك فيه يا فندم؟ والله كلهم مشغليني قوي. يعني عندك مثلا دكتوري سكرتير الشركة، شخصيته مش مريحاني، خبرتي بتأكد لي انه هيطلع مختلس او عامل حاجة ومخربيها. انا برضو لما شفته شكيت فيه. وبعدين الاستاذ كمال شفته؟ ايوه لما كتبت المحضر، ما انا اخدت اقوالهم كلهم. حضرته بيلعب معايا لعبة الذكاء القديمة، يعني بدل معلومات ما تجيني من غيره هو يسبق يقول لي على الحاجات اللي تسيء لمركزه عشان بالعكس استبعد الشبهة عنه. الو هاي فين؟ هذا جاي حالي. البوليس المهني انتشر جثة ليها اوصاف حماد زكي. فين بالظبط؟ في الترعة اللي بتمر من قدام جنينة الفيلا. كان نايم في بيته ونزل معايا بلبيت النوم، هو الوحيد اللي هنا. يعني شمس برضه مش في الفيلا؟ لسه ما رجعش. ولا كمان هو كمان مش موجود في شقة المطوشة، والجيران قالوا لنا انه متعود يسهر. ايوه دي افهمها، لكن شمس يروح فين؟ المهم الدكتور وصل ليه؟ رئتين مفهومش مية، وفي نزيف حصل من دخول الرصاصة وخروجها، يعني الوفاة حصل من الرصاصة قبل ما يترمي في الترعة. والوفاة امتى؟ من 3 أيام، يعني وقت اختفاء عماد، لكن في تغيير في ملامح وشه. 3 أيام في المية يا فندم لازم يغيروا كتير، لكن سيادتك ما قدرتش تقول انه حد تاني؟ ولا قدرتش اتأكد انه هو. البيجامة والروب اللي لابسهم ايوه هما زي ما وصفهم شمس، وكمان حجم الجسم والوزن هو هو، والسن كمان والشكل العام. لكن لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. صدقوني هو هو. أنت متأكد؟ الله يرحمه. سلسلة المفاتيح جبتها مش واخد بالي. لقيناها في جيب الروب، كان ماسك عليها بإيده. يمكن تكون بتاعته ولا بتاعت القاتل. ماخدش بالي. اهلا بالحرامي. كده برضه عملت ايه؟ امال اقول لك اهلا يا ايه؟ يا الامنة يا اللي اتمنتك على فلوسي، خنتني وغدرت بيا. يا سعادة البيه احنا متفقين والكلام ده ملوش داعي. كده؟ طيب حاضر، بس المهم التنفيذ. ايه ده؟ هو انت؟ كويس ان انت، انا افتكرت عمي عملنا ورجع. رجع لمين؟ معرفش، انت اللي تعرف. اسمع يا عم شمس، احنا طلبنا حبايب، طمني حاورس ولا حيرجع؟ انت ما تعرفش؟ لا طبعا. دخلت هنا ازاي؟ ما انت عارف ان معايا المفاتيح من ايام الرضا. كنت بتعمل ايه في اوضه المكتب؟ ما خبيش عليك، ما لحقتش افتش. تفتش على ايه؟ الله يا اخي، على اي حاجه تفهمنا الحقيقه. ولقيت؟ ما قلت لك ما لحقتش. جيت هنا ايه؟ لسه ده قعدت اضرب جرس ولما ما لقيتكش فتحت بالمفتاح. انت كنت في ايه؟ رحت لك في شقتي؟ ما لقيتكش لانك هنا. كدبني بقى يا عم شمس، انت ليه ما تتعاونش معايا؟ انا لما كنتش عايز اتعاون معاك كنت قلت للبوليس. على ايه؟ على انك ليله الحادثه كنت هنا. انت شفتني؟ عمك ليلتها قال لي انك هتيجي. وانت شفتني؟ افرض لا. افرض يعني ايه؟ شفتني ولا ما شفتنيش؟ انت جيت ولا ما جيتش؟ ما جيتش. كده كده انت شفتني؟ لا ما كدبش. اسمع ما اقولك، انا ما قتلتش عمي. ايوه ما قتلتوش، وما اعرفش ايه اللي حصل. طيب خلاص كده براءة. انا مش عايزك تقولها لي كده، انا عايزك تصدقني حقيقي. انت بقى هتأنسني كمان ولا هتروح؟ اسمع يا عم شمس،
احنا عايزين نعرف ايه اللي حصل لعمي. احنا مين؟ انا وين؟ انت مش عايز تعرف؟ يا ريت. طب ما تيجي نفتش في دراج المكتب، يمكن نلاقي حاجة تدلنا على الحقيقة. لا اسمع كلامي بس يا عم شمس، مش جايز نلاقي حاجة تفيدنا؟ جايز طبعا. طب ايه رأيك نبلغ البوليس؟ بوليس؟ مش هو كمان بيدور على الحقيقة؟ ايوه صح طبعا، بس انا بقول يعني بدل ما يبقى ازعاج سلطات على قلة فايدة ندور احنا، واذا لقينا حاجة نطلب البوليس. لا كده لا يا عم شمس. لا كده كده. ابو كمال. ايوه يا عم شمس. سلمني المفاتيح. ده انت مناديني عشان كده؟ ايوه. هات. لا كده كده. اخيرا لقيناه رجع الهلا. انت كنت فين طول الوقت ده؟ المرحوم فين اولا؟ هنا. لكن استنى الاول، ايه اللي كنت فين؟ انا قلت لحضرة الضابط اسأل. بيقول انه خرج من المغرب، ولاحظ من المغرب دي معناها انه ما كانش موجود ساعة انتشال جثة المجني عليه من الترعة اللي قدام الفيلا دي. متأكدين منها؟ لان انا خبطنا على باب الفيلا كتير قوي ساعتها، وما رجعش الفيلا غير بعد احنا ما جينا هنا، وده اللي خلاني اعرفش باللي حصل غير دلوقتي لما رحت له. يعني ما قابلش حد في الشارع وقال له؟ الحته مقطوعه والوقت اخر الليل. انت مش كنت سايب حد يستناه لما يرجع؟ العسكري ما كانش قاعد له على الباب، كان بيمشي وبيرجع له كل شويه. انا مش مصدق الراجل ده. ولا انا طبعا. هدوء مريب، ولما بلغته بالخبر ما حسيتش كده انه فوجئ. كمان غريبة ان يغيب المدة دي كلها مع انه عارف ان في تحقيق وبحث ومفروض انه قال انا مستني اي خبر. لكن مفيش حاجة تثبت انه كذاب. قصدك مفيش حاجة لغاية دلوقتي؟ هو قال لك انه خرج راح فين؟ مش هتصدق زي برضه. ليه؟ راح فين؟ راح لكمال. ايه؟ فين؟ في البيت. وما لهوش، واحنا طبعا عارفين كويس ان كمال مش موجود في البيت. طب هو يعرف منين؟ هل راح له صحيح؟ ولا جايز يكون ده اتفاق بينهم؟ طب هل كمان رجع البيت دلوقتي؟ وكان فين؟ وهل كان هم الاثنين في مكان واحد؟ وفين؟ وليه؟ وايه اللي يثبت ان ده صحيح؟ او ايه اللي يثبت العكس؟ انا كمان عندي اسئله كتير. لا ما تخافش. خلاص. ايه رايك؟ البيع في حياتك. يعني هو الله يرحمه. يعني متاكد ما عندكش اي شك؟ دي عشره 25 سنه. ما مش باين عليك انك متاثر قوي. ده طابع فيا، لكن اللي في القلب في القلب. تعرف حاجه من دول؟ بتوع المرحوم ومعاه زيهم. معاك ازاي؟ وليه؟ المرحوم كان مأمني. ودول مفاتيح ايه؟ كل حاجة في البيت حتى مكتبه. كل المفاتيح من نسختين؟ من نسختين ولا اكتر؟ قصدك مع مين؟ الوريث الوحيد مثلا؟ معرفش. كده كده. اصل انا لسه داخل دلوقتي. عارف ان غيابي عامل قلق، لكن غصب عني. ايوه دلوقتي في اخبار ومش هتستخبى، هتطلع كلها في الجرايد بكره الصبح. ايوه يا استاذ كمال، بكل اسف. للأسف مهما كان اللي حصل بيني وبينه، فالراجل هو اللي رباني وكان في منزلة والدي. اسمح لي اقول لك ده تغيير مفاجئ.
انا يمكن الاول كنت قادر اهرج واقول حورس والحاجات اللي قلتها دي، لكن دلوقتي ولما لقيت نفسي قدامه وهنا في بعض الاحيان منظر المبني عليه بيأثر في القاتل نفسه. يعني ايه؟ لا دي مجرد ملحوظة بقولها، يعني مفيش اتهام موجه ليك لسه. تقصد ايه حضرتك بكلمة لسه؟ اقصدك انت. تعرف دول؟ ايوه مفاتيح عم. عندك فكرة ان شمس معاه نسخة منهم؟ نسخة من المفاتيح كلهم؟ اهم اخدناهم منه وسبنا له غير مفتاح الفيلا. وايه اللي يخلي معاه نسخة من بقية المفاتيح؟ تفتكر الصلة اللي بينه وبين عمك تسمح بكده؟ ايوه. تفتكر هي دي النسخة الوحيدة؟ مش فاهم. السؤال واضح. ايوه. والاجابة؟ معرفش. اذا كان حد قال لكم اي حاجة انا مش مسؤول عن كلام اي حد ابدا. زي مين بس الكلام؟ معرفش. الو. ايوه انا. ها طمني. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. قريت الجرايد؟ وحضرت تحقيق النيابة. وقالوا ايه؟ نفس اللي سمعناه منه. وفي نهاية التحقيق وكيل النيابة ما لقاش أدلة تخليه يوجه الاتهام لحد منه. ولا كمان؟ أنت بتشك فيه؟ فاهمين هو النيابة. ده كروي هو اللي اتهمه. على أساس الميراث وعلى أساس الخلاف اللي كان بينه وبين عمه. لكن وكيل النيابة اعتبر إن دي مجرد شبهات. ما تعتبرش أدلة. هما فين كلهم دلوقتي؟ وكيل النيابة اخر سبيلهم وكلفني بجمع الادلة. حاضر نجمع الادلة. ليلى تعالي يا بنت، انا جهزتلك كل حاجة. ليلى. ايوه يا ماما. ايه يا بنتي انت لسه ما لبستيش؟ مستنية ايه؟ الحاجات دي يا بنتي ما تتسابش كده. حاضر يا ماما. حاضر. ما تخليش الوقت يسرقك، وكفايه اللي ضاع منك. حاجتك اهي كلها. ايوه بس هو حد ياخدها منك؟ وده معقول؟ اللي عايز يشوف حاجه يشوفها، يثبت حاجه يثبتها، لكن ما تسيبيش حاجتك لحد، وحاجتك لازم ترجع لك في ساعتها. حاضر فاهمة. وعايزاكي تمسكي اعصابك وتتمسكي بحقك اكتر من اللي فهمتك عليه ما تعمليش، واقل منه ما تعمليش. امرك. طب انا كده خلاص ريحت ضميري وعملت كل اللي عليا واكتر. صدقيني يا بنتي انا طول المدة اللي فاتت ما كنتش قادرة. فاهمة. عشان خاطرك انا حاولت اغصب على نفسي، لكن قلبي ما طوعنيش. فاهمة مقدرة يا ماما. عيني حرمتك كتير وعيشتك حياة قاسية عليكي، وانت مالكيش ذنب في اي حاجة. بالعكس يا ماما، انا اللي فكرت في كده. لكن انا فكرت كتير واتألمت كتير لان العذابات بسببي. بسبب الظروف؟ لا بسببي انا. لكن دلوقتي خلاص كل حاجة بقت معاكي، ومستقبلك اصبح بين ايديكي. مش ناقص بس الا انك تنزلي وتروحي لهم. انا هلبس حالا الناس. هو بقيت طمنيني او ارضاني بالتليفون. ما تسيبينيش هنا قلقان لوحدي، واذا لقيتي لف او دوران واللي عايزاني في حاجه هتقولي على طول وتعالوا على هنا. ايوه ايه انت كنت نايم؟ لا
وما اتأخرت فتح الباب كده ليه؟ افرض خدت من حمام. افرض؟ ما هو انا لو قلت لك ايه هتكذبني. ليه؟ ده انا اللي بسأل حضرتك. انا عندي امر بتفتيش الفيلا. والفيلا تحت الامر لكن. لكن ايه؟ ولا انا مالي؟ بسمع بقول لك. نعم. انت اللي بتتكلم، كنت عايز تقول ايه؟ اصل انا سبقتكم مفتش. انت؟ اقرب مني حضرتك للمرحوم؟ المهم لقيت حاجة؟ ايوه. لقيت ايه؟ اتفضلوا يا بهوات في اوضه المكتب. الرصاصة اللي قتلت المرحوم. يا برافو. اتفضل استلمها. استلمتها؟ يا ترى انت عارف كويس ان الطبيب الشرعي ممكن يحدد بالظبط اذا كانت هي الرصاصة اللي صابت المرحوم ولا مش هي؟ انا مش صغير. ده اكيد. لكن انت ازاي ما سمعتهاش؟ نعم. اذا كان المرحوم اتقتل هنا، ما سمعتش الرصاصة ازاي؟ كنت نايم. ما تصحاش على صوت رصاصة تنضرب في البيت. نوم تقيل كده. اقول لحضرتك على حاجة ما تقدرش تكذبني فيها. ايه شطارتك؟ في حاجة في الدنيا اسمها اسلحة كاتمة للصوت. يعني عايز تقول ان الجريمة حصلت هنا وبعدين اتنقل من هنا على الجنينة ومن الجنينة على الترعة؟ مش انا اللي عايز اقول. انا ما بقولش. مفيش حاجة هنا. أنا قلت كده محدش يقدر يصدقني. والمكتب فتشته هو كمان؟ لا. واشمعنى المكتب؟ هقول لك عشان أخدني منه مفاتيح المكتب. صح. كده كده. يا ريتني كدبت من الأول وما قلتش إني فتشت حاجة. أنا معايا المفاتيح وهشوف بنفسي. يبقى أحسن. الموظفين قالوا انك هنا. انت ايه اللي بتعمل ايه؟ حد يسأل صاحب الشركة هو في شركته بيعمل ايه؟ انا هنا من بدري وعمال اراجع في حساباتك الملخبطة. انت فاكر نفسك هتستلم الميراث وانت قاتل؟ الزم حدودك وما تعليش صوتك عليا، فاهم؟ انت اللي قتلت عمك وانا مش هرتاح الا لما اثبتها عليك. طب قول الكلام ده لحد غيري. لا انا بقولهولك انت في وشك. اسمع يا شاطر، انا مادام النيابة ما اتهمتنيش ابقى بريء وقانونا استلم كل حاجة وانت توريني عرض كتافك. انا مش هسلمك الشركة ومش همضيلك على محضر جارد. وانا مش عايز منك حاجة. هديك ورقة بخنوة طرفك مع اني عارف انك حرام. اسمع لما اقولك. انت اللي تسمع لما اقولك. انت مختلف من الشركة وقاتل عمي كمان. ضحكتني. انت مش لفت الحادثة بالليل رحت له الفيلا؟ انا ما تلفش وتدور. ده مسجل لك صوتك وانا سمعت التسجيل. انت كذاب. لا مش كذاب يا اخو اخوي. انا فعلا لا شريط. ايه؟ هو في شريط؟ وحضرة الضابط لقاه في درج المكتب وجالك هنا لقاني. تحب تسمعك صوتك ولا توفر الوقت وتقول لنا الحقيقه؟ انا ما عملتش حاجه. سمعوني شريط ده فيه ايه؟ انا بعت عربيتي وبعت عفش بيتي واتسربت وجبت لك مبلغ مش قليل. انا قلت عايز فلوسي كلها، يعني فلوسي كلها. يا بيت انا عجب بلدك بس اديني فرصه. اديتك فرصه وانتهت وحبلغ البوليس. انا كنت قلتلك الاول. انت بتحددني؟ انا ما تبنيش في السجن. ايه؟ الشريط وقف ليه؟ يعني مش كفايه كده؟ كمل الشريط. اظهر الحقيقه. الحقيقة انك قتلته. بس يا خسارة الشريط كان خلص. ايه خلص؟ ايوه. بس انت هتكمل لنا وهتحكي لنا كل اللي حصل مش كده؟ انا ما قتلتوش. خسارة لو كان فضل في الشريط خمس دقايق.
انا ما قتلتوش، لكن هحكي لكم عن اللي حصل. انا اختلست من الشركة، ايوه بعترف ان انا اختلست مبالغ كبيرة وقعدت ازور في المستندات سنين. يعني بيعترف لنا بالصغير عشان نصدقه وهو بينكر الكبير. قلت لك انا ما قتلتوش. من ايه اللي حصل؟ ساعة البيع عمره ما كان بيراجع ورايا، كان بيثق فيا. ثقة في محلها. من فضلك شكر بيه. كمل كلامك. لاحظت في الشهور الأخيرة إن المرحوم اتغير قوي. اتغير من ناحية إيه؟ من كل ناحية. أولاً بقى عصبي أكتر من اللازم، ما كانتش أعصابه بتستحمل أي حاجة. هو في الأصل كان شديد، لكن ازداد شدة وقسوة عليا وعلى كل الموظفين، وأهم من ده كله من الناحية المالية بقى حريص أكتر من اللازم، وبقى يراجع ويدقق في كل حاجة. مش جايز اكتشف حاجة؟ لا، هو اكتشف لما ابتدى يدقق ويراجع، لكن هو طبعه كان اتغير من قبل كده بشهور. ده صحيح، وانا سبق وقلت لحضرتك انه اتغير حتى معايا انا كمان. والتغيير ده كان سببه ايه؟ ما اعرفش. استاذ كمال؟ برضو ما اعرف. المهم راجع الحسابات واكتشف اللي انت عامله. ايوه، وكان يوم ما يعلمش بيه الا ربنا، قعدت اترجاه واتحايل عليه عشان ما يبلغش البوليس وما يحبسنيش بعد العمر ده كله وما تفضحش قدام ولادي. وعرفنا من الشريط انه ادالك مهل علشان ترجع الفلوس وانت ما قدرتش تكملها كلها، ورحت له ليله الحادث. ايوه بيه. الساعه كام؟ بعد نص الليل. تفتكر ان ده ميعاد مناسب؟ ايوه مناسب للقتل. يا بلاد سافرت البلد عشان اجيب فلوس، رجعت متاخر، كلمته في التليفون قال لي تعالى. مظبوط، ولو مش مصدقينك نساله. ما تتكلمش معايا، انت مالكش دعوه بيا. ده انت مختلف من الشركه وقاتل عمي. خليك معايا وكلمني. لما دخلت الفيلا شمسي شافك؟ لا يا بيه، انا دخلت من الجنينه على المكتب على طول. ما دخلتش ليه من الباب الرئيسي؟ مفهومه طبعا، عشان شمس ما يشوفوش. ايوه بالظبط، عشان ما تفضحش قدامه. لا، عشان ما يشهدش عليك، ما انت كنت جاي وناوي. يا استاذ كمال انا ملاحظ انك بتحاول توجه تفكيرنا. اوجه تفكيركم؟ ايوه بيه، عايز يلزقها فيا. انا الشريط ده ما يثبتش علي اي حاجه، انا خرجت وسبت البيع عايش وسليم. شوفوا مين بقى اللي جه بعد كده. انا قلت لك عايز فلوسي كلها، يعني فلوسي كلها. يا سعاده البيع انا هجيبها لك، بس اديني فرصه. اديتك فرصه وانتهت، وهبلغ البوليس. ده انا كنت قتلك. مكانك، ما تتحركش. انا كنت عامل حسابي انك جايز تحاول تعمل كده. بتكلمني في ساعه متاخره وقال لي ايه؟ لسه جاي من البلد وجايب لي فلوس. انت فاهمني ايه يا دكروري؟ ساعدت بيه انا ما مدكتش اعصابي. كنت عايز تقتلني؟ استغفر الله بيه، انا كنت بحوشك على التليفون. هجيب لك البوليس دلوقتي وتعرف ايه مصيرك؟ درج مكتبي في الشركه فيه كل المستندات اللي تسجنك. اساعدت بيه هتستفيد ايه من رميتي في السجن؟ ما انت ما جبتش الفلوس. انت ما تهمنيش خالص، انا تهمني فلوس، عايز الفلوس. اسبوع واحد بس، انا مراتي عندها حته ارض في البلد. انا يعز عليا افضح نفسي قدامها، لكن هترجاها انها تبيعها. وطبعا مرضيش روح لقتله. لا، انا اكوالي مراتي وسبت ومشيت. وما فيش اي حاجه تثبت عكس كده. يعني ايه بريء؟ مش بالسهوله دي. انت مقبوض عليك وهتتعرض على النيابه انت والشريط، والاختلاف اللي هو سبب الجريمة انا مستعد لتقديم كافة المستندات ودفاتر الشركة. الو؟ ايوه، هو انت يا كمان؟ لا، ما كنتش مستنى حد يكلمني. وانت يا اخي كنت مستنى حد؟ كمالك انت؟
ايه؟ اه طبعا عارف، مش خد الشريط قدامي؟ المهم حصل ايه؟ طبعا ما هو لازم ينكر. قبضوا عليه وحولوه للنيابة؟ يعني انت دلوقتي بريء مؤقتا. مؤقتا يعني ايه؟ انت مش هتتعدل في كلامك معايا؟ ما تنساش ان انا دلوقتي صاحب الفيلا، انا صحيح بعزك لكن خلي بالك. لا وانت السادس يا سكمان، ده انت اللي تخلي بالك. مع السلامة يا محترم. دلوقتي في اخبار جديده. اهلا وسهلا. تفضل تفضل يا هادي. كمان ان حضرتك كنت في المستشفى. ايوه شفتيه؟ كل اسف الأول مرة وآخر مرة. كمان قالوا لي حاجة غريبة. تقصد حضرتك قالوا لك حقيقة؟ أنا ليلى بنت المرحوم عماد زكي. بنته؟ أيوه أنا ليلى عماد زكي. معلش اسمحي لي يا أنسة. أفندم أصل يعني معروف إن المجني عليه ما خلفش. اتفضل يا فندم. أنا شهادة ميلادي، شهادة رسمية من مكتب السجل المدني، وممكن تتأكدي لو الأختام اللي عليها صحيحة ولا مزورة؟ اسم مولود ليلى، اسم الوالد عماد زكي، تاريخ الميلاد قبل مرور 9 أشهر من تاريخ انفصاله عن والدتي. ودي أسيمة الطلاق باسم واسمها اللي ثابت في شهادة ميلادي. وطبعا الأختام برضو صحيحة ومش مزورة. انتوا البوليس وتقدروا تتأكدوا. يعني شهادة ميلاد رسمية وأسيمة الطلاق رسمية. أيوة وفي كمان أدلة ثابتة. اسم والدتك أمينة جابر. أيوة وده جواب موجه منه له وعليه امضيته واسمها، وطبعا ممكن تفحصوه عند الخبير لو حطيتوه جنب اي اوراق تانية يكون كتبها بايده. عزيزتي امينة، ارسل لك هذا الاعتراف تعزيزا للمستندات لكي تضمن ابنتي حقوقها. حقوقها في ثروته طبعا. طبعا. وأقر أعترف أن الموقع أدناه عماد زكي بأن الأنسة ليلى عماد زكي هي ابنتي شرعا وقانونا أمام الله والمحاكم، وذلك أن زواجي الرسمي صحيح من مطلقتي أمينة جابر، وهذا اعتراف مني بذلك. لسه عند حضرتك شك تاني؟ والله لما نفحص الأختام ونضاي الخطوط. لكن بعد اذنك يا فندم انا عندي سؤال. ايوه. ما دام في شهاده ميلاد رسميه وقسيمه طلاق رسميه، نكتب ليه ورقه اعتراف عرفيه؟ لا مش ده السؤال، ده انا عندي ملحوظه تانية. خد جواب الاعتراف ده وشوف تاريخه انت. غريب فعلا يا فندم، ده من شهور. لاحظ من شهور، والشهور بقى من اخلاقه وطباعه اتغيرت من شهور. انا مش فاهمة الورقة دي ملحوظ هو اللي اداها لك بايده؟ لا ده جواب موجه لماما وهو اللي راح لها وسلمها لها بايده. وانتي ما كنتيش موجودة؟ انا عمري ما شفته. عمرك ما شفت ابوكي؟ بكل اسف غير النهارده.
ازاي؟ ده اللي حصل. من فضلك ما تزعليش، دي مسألة ضرورية. أنا تحت أمر حضرتك. يعني المفهوم الأوراق دي إنك اتولدتي بعد انفصال والدك عن والدتك وعشت بعيد عنه طول المدة دي وما شفتهوش. أيوه، عشت مع ماما. عشت طول السنين دي وما حاولتيش تشوفيه؟ هو اللي ما حاولش يشوف، وأنا مستعدية أشرح لحضرتك الظروف كلها، لكن الأحسن يشرح لكم هو بنفسه. هو؟ أيوه، ساعة ما سلم ماما جواب الاعتراف سلمها كمان جواب ليه؟ اتفضل حضرتك اقراه. هذا اقراه خبير الخطوب، لكن انا احب اسمع الحقيقة منك انت. كاتب في الجواب انه بيعتذر لي عشان تخلى عني السنين دي كلها. السبب ايه؟ الخلافات اللي كانت بيني وبين ماما. اللي هي ايه؟ وهو ما كتبهاش، وهي عمرها ما قالت، لكن هتلاقوه في الجواب بيكرر الاعتراف بيا تاني. تاني؟ ايوه تاني وتالت، وكمان كاتب لي كل ثروته وبيعه وشيره ومسجلها في الشهر العقاري، وكاتب في الجواب نمرتها وتاريخ تسجيلها. الله، ده يعني كل حاجه مترتبه كويس. مترتبه من شهور. مش تفتكر يا فندم نسمع اقوال والدتها؟ ماما عيانه وما تتنقلش من البيت، لو عايزينها روح لها وهي مستعدة لكل حاجة. وايه فايدة اي كلام هقوله؟ في اوراق رسمية هي بتتكلم وتقول. الاوراق كلها راحت للخبير. هيأكد لكم انها صحيحة وما فيش داعي للكلام. لكن برضو في حقائق مش في الورق وفي ملابسات محتاجة توضيح. كل حاجة واضحة زي الشمس، بنت وابوها مات وكتب لها كل اموالي بيع وشراء. حضرتك ليه مش عايزة تكلميها؟ لاني مش عايزه اجيب سيرته، ما بحبهاش. ماما هي دي الحقيقه اللي انت عارفاها كويس قوي. اهو ده مثلا مش موجود في الورق. دي تهمكم في ايه؟ دي مسؤوليه، والهاني لازم توضح كل حاجه. لازم بقى. اذا كنت عاوزه حقوق بنتك ما تاخرش وتوصلها بسرعه. حاضر. ماما اجيب اقدام الاعصاب؟ فيش داعي، انا كويسه. أنا مش عارفة أبتدي منين ولا أقول لكم إيه. عناد كان، هقول كان إيه، الله يرحمه بقى. تشكر يا ماما. الاختصار إحنا الاتنين معرفناش مع بعض أي سعادة، ومن أول يوم في جوازنا أخلاقنا ما اتفقتش وطباعنا اتصابت. ليه؟ لأنه كان فظيع، كان غيور وشكاك بطريقة فظيعة ما تستحملهاش أي ست شريفة. وقبل ما نكمل سنة تم الانفصال، والطريقة اللي تم بيها كانت هي السبب في كل اللي حصل بعد كده. يا حبيبتي يا ماما، أنا مش عايز أوصفها لأن وصفها بيجرحني، مع إني مر عليها أكتر من 20 سنة. أنا انضربت واتبهدلت وانطردت من بيتي في نص الليل، والجيران بقوا يتفرجوا عليا ويسمعوا الاتهامات الفظيعه اللي هو بيتهمني بيها، واللي انا بريئه منها. ايوه بريئه. ولقيت نفسي في الشارع بعد نص الليل وانا في طريقي للمحطه، وقفني عسكري البوليس، اضطريت اروح معاه علشان اثبت انا رايحه فين وانا مين. وهناك الضابط طلع انسان، اتصل بيه بالتليفون، رد عليه وقال له معرفهاش، وقفل السك. كفايه كده، ماما عيانه ودكتور محذرها من اي انفعال. احنا اسفين قوي. عمري ما نسيت الليله دي، عمري. وعلشان كده عقدتيه بحرمانه من بنته؟ لا، هو اللي حرم بنته منه، هو اللي عمل فيها وفي نفسه كده. انا رحت على بيت اهلي في الريف، ما حاولتش اطلب اي حق من حقوقي، ما حاولتش اطلب نفقه، وقلت لهم ما انش عايزه منه حاجه، وترجيتهم ما يتصلوش بيه. وحتى لما الدكتوره اكدت لي اني حامل في ليله،
برضه ما بدتش ابلغه. مش تفتكر ان ده كان ممكن يصلح الاحوال؟ انا ما كنتش عايزاه تصلح، ما كنتش عايزاه يفتكر اني بحاول اقيده بالطفل او عايز ارجع له. لكن لما اتولدت ليلى قيدتيها باسمه. امال حايدها باسم مين يا حضره الضابط؟ مش بنته هو ابوها؟ وهو الحمد لله اخيرا اعترف. اخيرا جدا. وده مخليني اسال حضرتك سؤال، يا ترى المرحوم طول السنين دي ما كانش يعرف انه ليه بنت؟ ها؟ لا كان يعرف. ايوه عارف ومهتمش ومسالش. عارف منين؟ لانه مر على الكلام ده اكتر من 20 سنه. يا ترى الخبر ده ما وصلوش عن طريق شمس؟ شمس مين؟ انت ما تعرفهوش؟ لا. قريبا. هو صحيح شمس شافها وهي صغيره، لكن لما كبرت عمري ما اديت له فرصه اني اقابلها. عشان اجيب سيرتها لابوها؟ شمس انسان قلبه كبير وقلبه طيب، كان بيشتغل عندنا وانا متجوزه، وليله ما طردني عماد دافع عني كتير قوي، وبعد كده بقى يتصل بيها في البلد ويجي يزورني ويحاول يصلح ويتوسط، لكن انا رفضت وعماد حرم عليه يزورني تاني. لكن هو طبعا قال انه خلف بنت. مش عايز اجرح بنتي واقول قدامها ايه الرب اللي قاله. مفهوم مفهوم. بعد كده فاتت السنين وزيارات شمس خفت واتقطعت، وليلى كبرت واهلي راحوا، واتنقلنا انا وبنتي هنا عشان ادخلها الجامعه. وطبعا ماما كبريئه هيمنعها تحكي لكم قد ايه هي شقيت عليا في نفس الوقت اللي بدها تخلى عني فيه. قرايب مين في البلد كانوا ناس على قد حالهم، وهي اشتغلت ممرضة واشتغلت خياطة واشتغلت مدرسة ابتدائي، اشتغلت في عمال كتيرة مهلكة وأجورها بسيطة. وحتى لما جينا هنا اشتغلت لحد ما هدها المرض. لكن ربيت بنتي، ربيتها وما احتجتلوش في الوقت اللي بيكون ثروته وأنا بهلك، لكن علمتها عشان ما تتبهدلش زيي، وهي دلوقتي داخله على لسان حقوق. كل ده هو ما يعرفش؟ هو كان مسافر بره ومعاه شمس، كان بيشتغل في المقاولات، ولما رجع شمس يتصل بيا. كانت ليلى نسيت وانا بقيت اتفادى ان شمس يقابلها. وانا اشتغلت في وظيفه بعد الظهر بالصبح في الجامعة، وانشغلت وحياتي اتملت، وعمري ما فكرت في أبوي لأني كنت بكل أسف نسيته من زمان. وبعدين فجأة وعلى غير انتظار جالك بعد أكتر من 20 سنة. ما برش أقول فجأة لأن أنا عارفة إنه جاي، وشمس هو اللي جاني يستأذله. يا ست هانم، انا عارف الجرح اللي في قلبك ملوش دواء، لكن علشان خاطر البنت. لا يعني لا يا ست هانم، ده ربنا غفار، والراجل رجع لضميره ومعترف بغلطه. يعني يجي يقول لي حقك عليا ويتسع عذاب العمر كله بكلمه منه؟ يا سلام. ليه هو فاكر نفسه ايه ولا فاكرني انا ايه؟ يا ست هانم انت عندك حق، ومحدش يقدر يقول حاجة، لكن علشان خاطر البنت. عايز ياخدها مني؟ ياخد عمري وتعبي؟ ياخد سهري وخوفي؟ ياخد صبري ودموعي؟ يا سلام يا سلام على الافتراء كده. هو عايز ياخدها من غير ما يتعب في اي حاجة، لا يصرف ولا يسهر ولا يقلق
ولا يقاسي. ازاي ازاي عنده الجرأة يقول لابوها وهو ما علمهاش تنطق كلمة بابا؟ لا لا، اللي ما شالش بنته وهي في اللفة ما يعدلهاش وهي عروسة. يا ست هانم، انا طول عمري بعزك وبحترمك وبقول انك بميت راجل، ومع اني واكل عيش عناد بيه وملحه ومع اني لحم كتافي من غيره، لكن طول عمري بقول انك احسن منه. لكن ما تاخذنيش يعني لو اقولك انك في ساعه غضبك ما بتفكريش في مصلحه بنتك. انا ما بفكرش في مصلحه بنتي؟ امال انا عايشه حياتي ليه؟ ايوه يا ست هانم، ما بتفكريش في مصلحه بنتك، والجرح اللي في قلبك هو اللي بيتكلم. هو اللي في قلبي منه شويه، لكن العقل بيقول ان بنتك دلوقتي فلوس ابوها مستنياها. بنتي مش محتاجه منه حاجه، وديني ربيتها والحمد لله. انت دلوقتي هتحرميها وفي ايدك تديها حقها بقى، يعني بعد ما يتخلى عنها العمر ده كله يرجع يشتريها بالفلوس؟ يرجع يديها مش يشتريها. يديها وهي معايا ما يشوفهاش. ازاي بقى يا ست هاني؟ ايوه، اللي عايز يديه ما يطلبش ياخد. عماد بيه مش هيوافق على كده. يبقى اناني وما يستاهلهاش. لا، ده انت بقى اللي بتشترط شرط يحرم بنتك من كل حاجه. ما هو غير كده يبقى عمل اللي هو عايزه. يا ست هاني ما تفكريش مين فيكم اللي يغلب التاني، دي البنت في وسطيكم وهي اللي هتتاذي من غير ذنب. ما تاخذنيش يعني ما بقاش انا راجل جاهل واقول لك الكلام ده. مش عارفه اقول لك ايه ومش عارفه اعمل ايه. اسالي صاحبه الشقه، افرضي حتى انه رضي يديها فلوسه من غير ما يشوفها، ترضى هي ما تشوفش ابوها؟ بنتي هتسمع كلامي، لما سمعتش كلامي اتجنن. يا ست هانم اتنازلي عن حقك لبنتك، هو هيديها فلوس وبس؟ ده هيديها اسمه ومركزه، هي عروستنا دي، مش هيجي عليها اليوم وتتجوز؟ تتجوز ولا مؤاخذه وهي مقطوعه، ولا تتشرف وهي بنت فلان؟ انا عايز اسالك سؤال وتجاوبني عليه باللي يخلص ضميرك. انا عمري ما كدبت عليكي ولا عمري هكدب. ايه اللي غير عماد وخلاه يفكر فينا؟ حكمة ربنا اللي بتغير البني آدم. المرض بعيد عنك. المرض؟ ايوه، عماد بيه الجبار القاسي ما هدهوش غير المرض، لحد ما كل الدكاترة عجزوا وقالوا له انه حالته خلاص خرجت من ايديهم. تقرير الطبيب بتاعه اثبت انه كان مصاب بمرض خبيث في مرحلة متقدمة جدا، لكن هو ما كانش يعرف ان حياته في خطر الا من حوالي 6-7 اشهر. ايوه، تقريبا من التاريخ اللي كتب لي فيه الاعتراف والجواب. وده الوقت اللي الشهود لاحظوا فيه ان اخلاقه اتغيرت وبقى عصبي، وده طبيعي مع الاحساس بالخطر، وابتدى يبخل بقى على فلوسه علشان يسلمها لبنته. وعلشان كده مرضيش يمول مشروع كمال وشد الحد على رقبة الدكروري. يعني رغبته في الرجوع والحق والخير مش بعيد تكون هي اللي قتلته؟ انا مش فاهمة حاجة. بعدين هتفهمي كل حاجة. لو سمحت يا هانم، لو ما كنتش تعبت تكملي. انا بعد كلام شمس وعشان خاطر ليلى دست على الجرح اللي في قلبي ورضيت اقابله. مش هتشوفها يعني مش هتشوفها؟ وانا لما عرفت انك جاي سفرتها البلد. للدرجة دي توصل بيكي الاسوة؟ انت اللي بتشتكي من الاسوة؟ انا ما بشتكيش ولا عمري اشتكي. يعني لسه برضو ما تهددش وزي ما انت كنت عايز تشوفيني ايه؟ جايلك زاحف على الارض؟ انا ما كنتش عايز اشوفك ابدا. ما هو اسمعي يا امينه، انا اقدر اخد البنت بالمحاكم والبوليس. يحيني ويحييك ربنا لما تبقى تحكم لك المحكمه والحكم يتنفذ. يا امينه انا ما قلتش اني هعمل كده وما حاولتش. يا امينه انت ما حاولتش علشان مش قادر، يعني لا كرم ولا انسانيه. اتفضل حاول وشوف. البنت ما هياش طفل عشان تاخدها كده بالسهل. لا، البنت كبرت وهتتمسك بيا انا، لاني انا امها وانا ابوها، وانت ولا حاجه بالنسبه لها. وهنعرف انا وهي نقول ايه للمحكمه.
يا أمينة افهميني، انت لسه بتشخط وتطمر؟ لا انت مش في بيتك. انا مقصودش، انا تعبان والموقف ده صعب علي. ده الموقف صعب عليك؟ طب وانا والسنين اللي فاتوا دول ما كانوش صعب علي؟ هعوضك عنهم يا أمينة بالفلوس، مش كده؟ هتدفعني كام تمن شبابي؟ هتدفعني كام تمن عذابي؟ انا هردك لعصمتي. ايه فرحتي؟ هرجعك ست بيتي وافتخر بيكي قدام الناس. ولك الشرف، لاني كافحت بكل قوتي وعشت حياتي زي السيف. وبعدين معاك بقى يا امينة، اترجعك يعني ولا بوس ايدك؟ انت هتعلي خوفك ثاني. انا اسف، المرض هو اللي مخليني عصبي، لكن احنا في الاهم دلوقتي، دي مصلحة بنتنا. وعشان مصلحتها انا رضيت اقابلك. انا عايز اشوفها واتفاهم معاها. مش هتشوفها طول ما انا عايشة. مش هتقدري تمنعيني ولا تمنعيها. ده انا يهون علي اقتلك قبل ما تشوفها، فاهم؟ اقتلك. ابعد عن سكتها يا عماد وابتدي شر احسنك. ماما تعبانه وانا كنت عامله حساب انفعالها. ده انتوا مش شايفين حالتها؟ انا خلاص مش عايزه حاجه وكفايه بقى. ممكن بعدين نكمل بعد ما تستريح، ولو سمحت نفهم الاول بس المقابله دي انتهت على ايه؟ اللي انا كنت عايزاه طبعا مش اللي كان هو عايزه، وعماد سلمني الاعتراف في الجواب. قصدك كاتبهم لك؟ لا سلمهم لي، لانهم كانوا مكتوبين وجاهزين في جيبه، وعشان يثبت لي حسن نيته وياكد لي قبل ما يجيني سجل لبنته كل شيء يملكه. وكل ده برضه ما غيرش رايك وموقفك؟ طبعا لا. وبعد كده ما غيركيش ولا حاول يتصل؟ لا، لان بعد ما استلمت منه الاوراق طردته من بيتي، طردته بنفس الطريقه اللي طردني بيها من 20 سنه. ماما اسكتي انت. وكمان لما طردني ما احتجتلوش، لكن لما انا طردته احتاج لي، وبعت لي شمس يترجاني اكتر من مره. وبرضه ما رضيتيش؟ حضرتك مستغرب عشان ما تعذبتش عمر بحاله، لكن هو فهم وقدر واستحملني. كان عايز يعلمني يرجعلي تاني بعد ما طردتني. وانا ما اعرفش، ما حدش يقول لي حاجه. سامحيني يا ليلى، ما قدرتش. وهو اخر مره بعت لي شمس ومعاه مفاتيح الفيلا. مفاتيح؟ ايوه، بعت لي نسخه من كل المفاتيح. ده مش معناه اني استعملتهم ورحت قتلته، لا، انا كنت بتحداه بالكلام بس من غيظي ومن حرقتي. لكن اقتله ازاي؟ هو ده معقول؟ هو انا فيا حيل يا نادين يا قلب؟ ده كان كله كلام، كان كلام. ايه ده؟ الحمد لله على السلامة، كنت فين؟ ايه ده انت النهارده واخد راحتك قوي. الميراث حلو، سيبك انت. الميراث؟ لعلمك انا عزلت ونقلت كل حاجتين. كده؟ كده. طيب وانت تاني مرة ما تبقاش تخرج الا لما تقولي، مش هاجي انا اعمل الشاي واحضر العشاء؟ طب كنت استنى لما تطلع جنازة المرحوم. دي اتعمل ترتيبها خلاص، مفيش حاجة توقف دوران الدنيا. دوران الدنيا؟ يا سلام يا سي كمال على دوران الدنيا. ايه مش عاجبك؟ لا ازاي، يا العين تعلى على الحاجب ولا يعني بالمكتشف مش عايز تشتغل معايا؟ لا ده انا اللي خايف يترفضني. ايه ده؟ انت مستني حد؟ لا ده انا اللي بقول يمكن حضرتك عاجب الناس. مساء الخير. ايه ده؟ هي حصلت؟ مين الحلو؟ انت بتسالني انا يا استاذ كمال؟ انا جاي اسال على عم شمس. ايه؟ حضرتك؟ ست الجوزين ليلى. ايوه يا عم شمس. يا اهلا وسهلا.
ايه الظروف السعيده دي؟ الحلوه معرفه؟ لازم حضرتك الاستاذ كمال. ايه؟ سمعت عليا؟ طبعا. من مين؟ واحده صاحبتك ها؟ يا استاذ كمال، مدموزيل ليلى تبقى بنت عم حضرتك. نعم. ايوه، يا وارث الملك فرحمة تامت، المدموزيل بنت عمك المرحوم. الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده، زي ما بقول لك كده. والله يا عيال، جايب لي واحده نصابه؟ انا مش نصابه، انا ليلى عماد. وانت يا عم شمس الهربان، ايه بقى لعبتك بالظبط؟ دي مش لعبه وانا مش بتاع لعبه. وفي اثباتات؟ اثباتات مين؟ الكلام ده ما يمشيش معايا، اسمعها يا شاطره. ارجوك تكلمني بادب. لا يا بنت، جريئه وبجح. اسمعني يا بنت، انت حلوه قوي وخساره في السجن. انا ما اسمحلكش تقول لي كده. اللعبه اللي انت بتلعبيها دي هتوديك البوليس. البوليس انا كنت عنده وقدمت له مستندات. نعم، بتقول لك قدمت مستنداتها للبوليس. اوراق مزوره طبعا. البوليس اتاكد منها. انت بتقولي ايه؟ زي ما حضرتك سامع كده. يبقى في غلط، وانا اللي هكشف الغلط. وانا اللي كنت فاكراك يا استاذ كمال هتتعاون معايا. انت فاكره ايه؟ عيل بتلعبي عليه؟ مفيش لجوء للكلام ده، انا بنت عمك. عمي ما خلفش خالص، بنت عم منين؟ لا ده حكايه طويله، ما تتعبش نفسك، ميراث مفيش. لا بقى، ده انت اللي طبور وزن على خراب عيشه. يا ساتر على دول ناس. يا ابني ما انا كنت من نفسي هديلك واكرمك. الله يكرمك. يا شمس، ده انا طول عمري جدع وكريم مع كل الناس، لكن بالطريقه دي مش هتطول مني ولا جنيه واحد. وهتفتكر انك هتفضل مهددني عشان ليله الحادثه كنت هنا وقابلت عمي. ايه؟ ايه؟ هو ما فهمكيش دي وجابك على عماكي؟ لا افهمي بقى، دي لعبه كبيره وهو بيستغلك فيها وانت ما انتش قدها. انت كنت هنا ليله الحادثه وقابلت بابا؟ ما تقوليش بابا لاذيكي. بنت انت شكلك بريء وباين عليك لسه جديده في النص، والاحسن انك تقولي لي الحقيقه وانا مستعد اسامحك وما بلغش البوليس. ده انا اللي هكلم البوليس دلوقتي حالا. انت كنت هنا ليله الحادثه بتعمل ايه؟ خضتيني قوي يا شاطره. انت اللي هتبلغي البوليس ولا انا اللي هطلبهولك؟ يعني ما يهمكش لو عارف. لا ما يهمنيش وانا ما بتهددش. واذا كانت دي لعبتك يا شمس انا هعرف ازاي اتصرف معاك. كده؟ كده. ايوه يا استاذ كمان، المستندات عندنا صحيحه. حمدي، انت بتجيب عليا بتقول ايه؟ اذا كنت عاوز تتاكد من كل حاجه اتفضل انت. لو سمحت تعالى عندنا. انا عايز افهم، انت ازاي قدرت تضحكوا على البوليس؟ انت مش هتعقل وتفهم بقى؟ انت ما تتكلمش خالص. وانت اللي كنت بقول عليك لسه مبتدئه، اتاريكي نصابه خطيره، لكن انا برضه ما يهمنيش. ماما قالت لي انك هتشك فيا، ما كنتش منتظره كل ده. ده لسه كمان هتقول لي ماما. ماما دي ايه بقى؟ سوابق؟ حرم المرحوم عنك، ما تغلطش. انت تخلص خالص وتاخد البت دي وتطلعها بره حالا. ما تقدرش تطلعها من بيتها. ما تقولش بيتها، ما تجننيش. يعني واخرتها يا استاذ كمال؟ انت مش كلمت البوليس والبوليس اكد لك؟ لا ما تفرحيش قوي بالبوليس، مش شغلانه يعني البوليس. ده مش محكمه، يعني قراره مش نهائي. وده اول مرحله من مراحل الاجراءات اللي هدوخك فيها وهكشفك بيها. يعني مفيش فايده ومفيش تفاهم. انت لسه شفت حاجه؟ او كنت فاكره ان انا ممكن افرط في ثروه بالحجم ده بسهوله ولا بصعوبه؟ يا استاذ كمال ولا كلمه. وانت بالذات يا شمس هتصرف معاك. انت كنت مرتب العمليه على كبير، فانا مش صغير ومش هتريح غير لما اوديكم انتوا الاثنين في 60 داهيه. استاذ كمال. نعم يا اختي. ده رايك النهائي؟ لا بهزر في مليون. طب اتفضل اطلع بره. افندم بتقول لك اتفضل اطلع بره. هي حصلت؟ ايوه، يا تطلع بره دلوقتي حالا يا اما انا بقى المره دي اللي هطلب لك البوليس. كم مره وقعت دلوقتي اكدت لك ان المستندات سليمه؟ مش معقول يا عالم، الكلام ده مش صحيح. ما تقدرش تقول كده، ما دام الاختام صحيحه والخط فعلا خط المرحوم. طب وجبتوا خط المرحوم منين عشان تقارنوا؟ اخدنا اوراق من الشركه وعرضناها على الخبير. انتوا عاملين عليا لعبه. يعني قصدك احنا متواطئين معاهم؟ الكلام ده يعرضك لتهمه القذف والتعدي. لا لا ما اقصدش لا سمح الله، انا قصدي يعني بتعملوا لعبه عشان التحقيق. ما تتعبش نفسك يا ابو كمال، الميراث طار وانت حظك كده. يبقى تبقوا متفقين مع شمس.
تاني؟ اكيد هو قال لكم، وتلاقيه بالغ ولا كذب، لكن انا هقول لكم الحقيقه بالظبط. ليه؟ وانت لسه ما قلتهاش؟ لا انا كنت مخبي الحكايه دي بس، لكن انا ما قتلتوش، ودكروري هو اللي قتله، وهي النيابه حبساه. النيابه امرت بالقبض على دكروري علشان اعترف بالاختلاس من اموال الشركه، انما تهمه القتل يا استاذ لسه متعلقه. متعلقه يعني ايه؟ يعني انا لسه موضع شك؟ انتوا عايزين تبوظوا اعصابي؟ انا هقول لكم كل حاجه. ويا ترى المره دي هتقولوا حقيقه؟ يبقى اقول لكم. اكيد شمس وانا في السكه اكلمكم في التليفون. لا يا استاذ، اللي كلمتني هي ليلى. تبقى متفقه معاكم يا اما مرشدة بوليس. وبعدين بقى ما تقولش دماغنا، قلنا لك ليلى دي بنت عمك دي ما تقولها سبب تنتهي. ما هتجنن يا عالم. لكن مش غريبه ان شمس كان عارف طول الوقت ده وما قالناش. ما قالكوش ايه؟ حكايه انها بنت عمي ولا حكايه انا؟ الاثنين. وده اللي مستغربني قوي. طب وشمس ما يقولش؟ ما يقولش ليه؟ سيب لنا التفكير في غيرك وخليك في نفسك انت. ايه؟ تتفضل معايا نفتح المحضر يا ابو كمال. تفتح تقفل؟ انا ما قتلتوش وما عملتش اي حاجه. انا كل اللي حصل انه رحت له بالليل. بعد طول خصام وفجاه؟ لا بمعاد. فجاه يعني ايه؟ يعني رحت قتلته مثلا؟ ما انت اللي بتخليني نشك فيك. عشان كنت مخبي الحكايه دي. انا كنت خايف لا تشكوا فيا، لكن كل اللي حصل انه رحت له بناء على معاد. بعد 3 اشهر من الخصام وهو اللي طلب يقابلني وبعت لي شمس. برضه شمس؟ انا رحت له كل امل ان يكون اصحابه اللي انا كلمتهم يتردوه، وان اكون ساعدت عليه وهيديني الفلوس. ولما رحت له كان الساعه كام؟ هو دكرون راح له الساعه كام؟ احنا بنسالك وخليك في نفسك. لا ما انا اكيد رحت له قبل دكروري، لاني سبته كويس ومشيت. بعد كده بقى دكروري وصل قتله. انا كنت مشغول وما عنديش وقت، عشان كده طلبتك في ساعه متاخره. انا تحت امرك في اي وقت. طبعا ما دام عايز فلوس. لا ما هو اذا كان الكلام هيبقى بالطريقه دي. اسكت واسمعني، سيبك من امور الكرامه وشغل العيال. حاضر. انا مشروعات وكلام فارغ مش حمول ومش هدفع. ده الكلام اللي حضرتك قلته قبل كده، بعت لي تاني ليه؟ انا قلت يعني يمكن تكون رجعت لعقلك. ولا اكون في المده اللي فاتت اتبهدلت واتذليت. انا عارف كل حاجه عنك، وعارف انك عايش على سلفيات صغيره، لا هتعمل لك مشروع ولا هتقدر تسدها ولا هتقدر كمان تلاقي غيرها. البنك هيسلفني، انا مقدم مشروعي وبيدرسوه. طيب يبقى منك للبنك بقى. لكن انا تفكيري بالنسبه لك غير كده. وظيفه الشركه؟ لا. اسمع يا كمال يا ابني. يا سلام لو تسمعني حضرتك. انا مش هسمعك، وانت فهمني. افرض انا دلوقتي مت يا فندم. الاعمار بيد الله، ومحدش ضامن عمره دقيقه واحده. انت حضرتك عايز توصل لايه؟ انت طبعا متصور انك هتورث الشركه، لكن افرض يعني انا اديتها لحد تاني. نعم. افرض يعني انا بعت الشركه لحد تاني. انت ناوي على كده؟ بصراحه ايوه. ده يبقى كده. بتقول ايه؟ انا اسف، بس يعني ايه اللي يخليك تعمل كده؟ افتكر انا حر في فلوسي، ولا باعتبارك وريثي مثلا هتتلم بالجنان وتقدر عليا؟ لا لا انا ما اقصدش، بس يعني الكلام اللي بتقوله ده يعني هو اللي هيحصل، وعشان كده انا عايز اضمن لك مستقبلك، على الاقل وظيفه كبيره في الشركه بمرتب كبير. وتبيعها. وانا متاكد ان صاحب الشركه الجديد مش هيستغنى عنك. هتبيعها لمين؟ ده مش شغلك. مش شغل ازاي؟ بعدين هتعرف كل حاجه، لكن انا مش عايز اطمن الشركه وصاحبها الجديد وكل حاجه في ايدين دكروري. انا صاحب الشركه الجديد يهمني. وانا ما همكش. انا عايزك تبقى معاه وتقف جنبه. يعني حاجه كده زي بيع العبيد. ده كنت انا ما رضيتش اشتغل معاك في الشركه، هتبيع من على الشركه لحد تاني؟ انا لا يمكن اسكت على كده ابدا. ايوه ما اسكتش. وهل اقول انك بعد كده مشيت؟ امال يعني قتلته عشان امنعه من بيع الشركه؟ الحقيقه هو دفع من البطال، وخصوصا الشركه راس مالها مغري. انا ما قتلتوش، لكن اذا كانت ليلى دي فعلا بنته. 60 مره اكدت لك.
يبقى انا فهمت دلوقتي هو كان يقصد ايه بالظبط. يعني هو ما كانش هيبيع حاجه وكان عامل حسابه ما حد الشركه لبنته، وكان عايز يضمن لك انت حياتك ومستقبلك، وكان عايز يشغلني عندها عشان اسدد لها اللي صرفه عليا. جايز برضه، بس ده ما كانش معروف لك وقتها، واللي كان قدامك انه كان هيبيع. لكن انا ما قتلتوش. انتوا ليه مش عايزين تصدقوني؟ لان عندك دافع قوي ممكن يخليك تقتل. ايوه لكن انا خرجت وسبته كويس. ده انت اللي بتقول دي الحقيقه. شمسي شافك وانت خارج؟ لا. ليه؟ لاني خرجت من باب الجنينه. ليه؟ لانه اقرب فيها حاجه دي. والله ممكن يكون فيها وممكن يكون ما فيهاش. يعني ايه؟ يعني حضرتك لسه بتتهمني؟ المساله مساله ادله. يعني ايه؟ يعني تتفضل معايا نفتح المحضر. اتفضل معاك على فين؟ ما تخافش بعد كده تقدر تمشي. وطبعا ابوس ايدي وش وظهر ان حضرتك ما قبضتش عليا. ده مؤقتا لغايه ما تظهر ادله كده. قلت لحضرتك انا ما قتلتوش. المساله دي تبان احنا. بس احب اعرف من حضرتك دلوقتي انت هتسكن فين؟ اسكن فين؟ اسكن فين يعني ايه؟ تنسي يا ابو كمال انك نهيت عزالك بدون وجه حق في فيلا مش بتاعتك وصاحبتها مش عايزاك ومستنجده بيها؟ انا لميت له هدوم عشان يجي ياخدهم ويمشي. علشان عايز اقول لك حاجه. ايه صعب عليكي؟ هو صحيح كان سخيف معايا لكن طبعا له حق، ده مراد كبير وهو عمره ما عرف بوجودي وظهوري كده كان مفاجاه. لكن عايز اسالك سؤال. اموري كمان صحيح باين عليه تمسك بالمراد وخوفه لا يضيع منه والدواء اللي حط كل امله فيه، لكن تفتكر صحيح انه ممكن توصل دي الدرجه انه يقتل عنه؟ ايه رايك انتي؟ ما دام سالتك ابقى مش متاكده. الاستاذ كمان ما يقتلش. متاكد؟ طب ما قلتش كده ليه الاول؟ وليه كنت بتهددني؟ علشان خاطرك انت. انا بنت اعز اتنين ليا، وانا الوحيد اللي كنت عارف انك موجوده وانك هتيجي تستني حقك. لكن لما عرفت ان كمال جه الفيلا وانا مش موجود وراح الشركه وابتدى يتصرف فيها قلت اخوفه واربكه والهيه. وده معقول يا عم شمس؟ طب افرض البوليس كان اتاخد معاه اجراءاته؟ انا ما بلغتش حاجه للبوليس، انت اللي كلمتيني. لما اضطريت اعمل كده نتيجه تهديدك لكمال قدامي. لكن انت دلوقتي حالا لازم تتصل بيهم وتفهمهم الحقيقه. مش وقته يا ابو جوزيف. مش وقته يعني ايه؟ مش قبل ما يعترف بحقوقك احسن يعمل لك اشكالات. يعني سيدي يروح في داهيه؟ لا انا ما اقبلش. ده مؤقتا بس وده علشان مصلحتك. مصلحتي خدها بالاسلوب القانوني مش بالكذب والتهديد. افهميني بس يا ابو جوزيف. انا متاكده انك عملت كده عشان مصلحتي، لكن ارجوك لازم تكلمهم دلوقتي حالا ولحسن يحبسوه. يا سلام، بس لو تستنى ما نشوف ايه اللي هيحصل. ما انت لما كنتش هتكلمهم دلوقتي هتكلمهم انا كده. طبعا ربنا يبارك فيكي ويخليكي. اهو ده بالظبط اللي كان عايزه والدك. ايه ده؟ اما نشوف. حبسوميش يا سيدي، ممكن ادخل؟ ايوه طبعا، على الاقل تاخد الشنط. اتفضل يا استاذ كمال، ده برضه بيتك. صحيح متاكد دلوقتي بس مش للدرجه دي. انا اقتنعت في البوليس بعد ما شفت المستندات وتقارير الخبر. يعني صدق؟ وبعتذر لك بس ما اخبيش عليكي، بصراحه انت طلعت مقلب. مقلب؟ واكبر مقلب في حياتي. مش طيرت مني مليون؟ حققها يا اخي وفلوس ابوها. وبعدين يا عم شمس؟ سكت واتلهيت. انا كنت متاكده يا استاذ كمال انك هتيجي وتقول لي كده. قصدك يعني عشان مهدد بالتحقيق؟ لا انا بريء وما يهمنيش، واذا كنت فاكراني خايف يبقى مفيش شفاهه. استاذ كمال عايزه ايه؟ انا متاكده انك بريء. نعم حقك عليا، انا السبب. طبعا ولسه ليك عندي حساب بعدين. لكن هيشهد في المحضر بانه بعد خروجك من عند بابا الشيخ سليم مكلمه. انت تحت امرك. انا ما اقبلش اطلع منها بشهاده زور. دي الحقيقه. وساكت وسايبنا تبلبل كل ده عشان خاطر انا السبب. لا
اسمحي لي دي ما فيهاش خاطري. اه ما تهمكش ابدا، انما اللي كلمت البوليس. ايوه صحيح هم قالوا لي، لكن هو هددني ولعب باعصابي. كل ده علشان خاطري انا، صدقني انا اللي كنت السبب. عادي جدا مش كتير عليكي، اذا كنت طورت مني الميراث. استاذ كمال. نعم. رايح فين؟ حكم الزمان اللي مالوش صاحب. هاخد الهدمتين وفرصة سعيدة. لا خليهم. لا ما هماش داخلين في التركة. استنى بس، هتمشي وتسيب بنت عمك. انت ما تتكلمش خالص اوعى كده. استاذ كمال. نعم. انا هروح ابات مع ماما. انت حر؟ يعني انت تخليك هنا؟ لا كتر خيرك، انا وماما مش هنتنقل ونيجي هنا غير ما انت تلاقي لك ساكن مناسب. ما تشغليش بالك انا ما بغلبش، ما تخافيش. استاذ كمال، طب والشركة؟ الشركة هي عندك، روح استلميها. عارفة العنوان؟ تستلم الشركة ازاي؟ هي تعرف حاجة فيها؟ ده انا حتى ما اعرفش نشاط الشركة ايه ومش فاهمة حاجة. عندك الموظفين يفهموك او يخدعوها زي ده كوري ما خدع عمك ذات نفسه. تبقى تعين لها مدير تسفيه. ما هو ده بالظبط قصدي. يا استاذ كمال انا محتاجة لك. يسلمين الشركة يعني ايه؟ طب ما هو يقدر يسرق كل حاجة. لا لا يا ماما، الاستاذ كمان ما يعملش كده. ايه يا ليلى؟ أثر عليكي؟ انت لحقتي؟ لا لا يا ماما، لكن ايه؟ بلاش كلام فارغ. انت تعرفيه من امتى عشان تتأكدي منه وتثقي فيه؟ يا ماما انا قدرت احكم على شخصيته. بيه؟ بخبرتك الكبيرة وانت لسه بنت امبارح؟ طب اشحال ما كانش طمعان في الميراث ده، انت كده مسكت القط مفتاح القرار، يعني كانك ما ورثتيش حاجه. يا ماما مش معقول كنت اسيبه يخرج كده من غير حتى اي تعويض. تعويض ايه؟ انت مالك برضه يا ماما؟ انت بتتكلمي بالعكس، ده هو اللي لازم يعوضك لانه هو اللي مديون لك. مديون لي بايه؟ بكل السنين اللي عاشها بخير ابوكي وانت عايشه معايا محرومه هنا من كل حاجه. هو مش كل قرش اتصرف عليه ده من حقك انت؟ يا ماما دي تصرفات بابا وهو مالوش ذنب. طب ما دي برضه تصرفات بابا وانت مالكيش ذنب. ايه الواد ده ضحك عليكي ولا كان عقلك؟ ابدا يا ماما، ده انا اللي طلبت منه واترجيته كمان. وشمس كان موجود وساكت؟ ايوه يا ماما، وكمان بالعكس ده بعد كده فهمني ان دي كانت رغبه بابا. رغبه بابا؟ يا ريتني ما سبتك رحت لوحدك. كمان ده ما تسيبلوش الشركة ولازم يبعد عنا. ازاي بس يا ماما؟ وانا ما اعرفش اي حاجة عن الشغل، وهو كمان ما غلطش في حاجة. وحيغلط وانت هتندمي. ما تتهموش من غير سبب وهنشوف. على بال ما تشوفي حكون فلس لك الشركة. وبعدين في حاجة تانية، حكاية انك هتسيبيني الفيلا دي. انا قلت من باب الذوق، يعني هتريني في الشارع؟ ما يروح في 60 دهية. مش بس عن دايما ايده سكن، ده مش شغلك مش مسؤوليتنا. ولا انت تصبري 20 سنة غير تبطلي حقوقك وبعدين تديها لكمال؟ ده مؤقتا بس. ولا كلمة، انا من بكرة رايحة الفيلا وانا اللي هتصرف بقى مع سي كمال. مبروك يا حضرة المدير. المدير دي مؤقتا على بال ما تلاقي لها واحد تاني. ولازم حضرتك تعرف ان ما قابلتش غير بعد ما هي ترجتني، وعشان اساعدها مش عشان طمعان في حاجه. هي يا شمس حكالي، لما في احتمال برضه انك جايز تكون استغلت عدم خبرتها واثرت عليها بحركه محبوكه. انت حضرتك هنا جاي عشان تتهمني تاني؟ انا مش بتهمك، لكن بقول ان احتمال موجود وجايز. انا ما عنديش استعداد اناقش الكلام ده. ما تزعلش كده بس او تتصنع الزعل. اتصنع؟ ما هو جايز غضبك ده برضه يكون مفتعل. سيادة العقيل استنى بس، ده انا هقولك حاجة اخطر من كده. ده انت جاهز جدا لغاية دلوقتي تكون انت القاتل. انا؟ ايوه صحيح. شمس لما سألناه في المحضر شاهد بان خرجت وسبت عمك سليم، لكن باب الجنينة كان مفتوح ومش بعيد ابدا تكون في اخر الليل مثلا تكون رجعت له تاني. طب وايه الدليل؟ مجرد احتمال. انت لسه هتقول لي احتمال؟ نظرية الاحتمالات يا استاذ كمال انت ما تعرفهاش؟ لا والله، علمني حضرتك.
انا ما اقدرش اثبت ادانتك لان ما عنديش دليل. انما في احتمال الاقيه ويبقى عندي. وانت ما تقدرش تثبت براءتك لان ما عندكش دليل. انما احتمال يظهر وتتاكد منه. يعني الاحتمالين يا استاذ كمال نسبتهم 50. واحتمال ان دكتور يكون هو القاتل مثلا كم في الميه؟ 1000 2000؟ ان كنت عايز راي البوليس 80%. لان مختلس ولان شريط التسجيل قرينه قويه. ايوه معاك. انما احتمال البراءه برضه موجود. يعني الدليل مش كافي. اعمل معروف ما تفلسفهاش وهي واضحه زي الشمس. ده كروري قتل عمي عشان يخبي الاختلاس ويهرب من نتائجه. هو الاختلاس يستخبى؟ هل قتل عمك خباه؟ طب ما انت اثبتت من دفاتر الشركه. يعني وفاه عمك ما غيرتش نتيجه. يمكن ده كروري ما كانش منتظر كده. ده كروري مش عبيط. ودي نقطه في صالحه. لان اي واحد في الدنيا لازم يعرف كويس ان قتل صاحب شركه لازم هيكون وراه تحريات ورا اعمال الشركه. يمكن ملحقش يضيع الادله، ملحقش يعجن المستندات. احتمال احتمال لا. انت عامل زي ما تكون محامي دكرور. انا بفترض مجرد فرض انه يكون بريء ما دام احتمال البراءه موجود ولو 20%. ايوه عشان تلف وترجع تتهمني تاني. مش انا اللي بتهمك، دي الاحتمالات. غلبتني بالاحتمالات. هي الاحتمالات دي ما بتتهمش حد غير انا. مش انت وبس، غيرك كمان. زي مين؟ كل من استفاد بالجريمه. محدش استفاد غير ليلى، وده مش معقول طبعا. طيب ايه رايك في والدتها؟ والدتها؟ ايوه. انا شايف ان حواليها عوامل وغموض واحتمالات كتيره. انت شفتها؟ ايوه، وكل اسف. قولوا له عشان خاطر ليلى كنت سبت لهم الشركه والدنيا كلها. شفتها امتى؟ فهمني، بعد الحادث ولا قبل كده؟ تاني هتلف وتدور على سبب عشان تتهمني. يا سيدي انا عمري ما شفتها غير يوم ما جت واستلمت الفيلا. بقى حضرتك بقى حضرة الأستاذ كمال اللي كنت هتورث ده كله. ما خلاص يا فندم، الموضوع ده انتهى. أيوه، كلمني زي عمك، ما انتوا الاتنين دم واحد. قصدك إيه يا فندم؟ ما هو حضرته برضه بعد 20 سنة وبكل بساطة جاي يقول لي الموضوع انتهى. والله عالم، هو في حاجة بتنتهي ولا بتتنسي أبداً؟ لا يا فندم، انا ما اعرفش بالظبط ايه اللي كان بين حضرتك وبين عمي، لكن بالنسبه لي انا ما حصلش مني اي حاجه وما فيش مشكله. لكن ما تقدرش تنكر انك كنت طمعان في الفلوس. ده كان على اساس انها حقي وده ما يعتبرش طمع. لا يا استاذ، ده حق المسكينه اللي اتحرمت منه قبل ما تتولد. وانا اعترفت بيه يا فندم. انا عارف انه كان قاسي فعلا وانا كنت مختلف معاه. يعني انت بتتنكر له دلوقتي وعايز تعمل انك تصفينا يا فندم؟ طبعا، ما احنا دلوقتي اللي معانا الفلوس. لا يا فندم، انا ما اسمحلكيش ابدا، وكفايه كده. استنى عندك، انا عايزاك. هو انا مش عارفه عيله عماد ده، انا مقاسيه منه كتير قوي، وانتوا كلكوا زيه واكتر. يا فندم انا كنت مختلف معاه. استنى عندك، انا عايزاك. انا بنتي عينتك في الشركة من غير ما تشور عليا. والله يا فندم انا معرفش انها بتتاخد بالاصوات، انا كنت رافض وجبت بس عشان اساعدها. انا عايز اقول لك ان انا صحي ما بنامش، واذا كنت فاكر طيبة ومريضة لا ما تغركش المظاهر. والله يا فندم شركتكم عندكم وانا مش شغال. ايوه، اعمل لي بقى شغل اللقم بتاع عمك. يا فندم انا مش عايز ارد عليكي. هترد تقول ايه؟ لا يا اخوي ما تسيبش الشركه، ولا انت عايز البنت تقول ان انا ظلمتك تقوم تجري وراك وتصالحك وانت تترزق على تلها؟ يا ست هانم استنى عندك. البنت عينتك ودي فلوسها وهي حره فيها.
لكن حسك عينك تلعب بديلك كده ولا كده؟ أستاذ كمال؟ أنا آسف إني سمعت كلامك وقبلت أساعدك. إيه اللي حصل؟ أنت قلت له إيه يا ماما؟ أنا ماشي وكفاية كده. استنى استنى يا كمال. أفتكر بعد اللي حصل مش ممكن أبدا. عشان خاطري أنا. إيه اللي حصل يا ماما؟ أنا متأسفة يا كمال. مهما كان اللي حصل. وأنا كان المفروض أرفض أعتذر. لكن إيه؟ ما قدرتش. ليه؟ معرفش. جايز حضرتك كمان تفتكر ان انا نوانها بالشركة، لكن ده مش صحيح. كده بالعكس، انا عايز اثبت للست دي ان كل اللي بتفكر فيه وجايز اللي غيرها كمان بيفكر فيه مش صحيح. انا انسان شريف ومحترم. انت عايز بالظبط تثبت لمين؟ للست وللناس وليا، ولا عاوز تثبت لليلى؟ والله ده موضوع ملوش دخل بالقضيه. طيب على كيفك يا ابو كمال، ولا اقول لك يا كمال بيه باعتبارك مدير الشركه؟ اسمع بقى اما اقول لك. طيب خلاص ما تزعلش، نرجع للقضيه. ايه رايك في الست؟ اسالني عن رايي بعد اللي حصل. ايوه بعد اللي حصل. والله ان جيت الحق مهما كان انا برضه عذرها. كده يعني بعد كل العذاب اللي شافته من عمي، افتكر ده سبب كفاية انه يحولها لانسانة متوترة عصبيا خايفة مني ومن كل الناس. يعني في رأيك مش بعيد انها تكون ارتكبت الجريمة؟ ايه؟ تفتكر ان هي اللي قتلت عمي؟ نظرية الاحتمالات، وهي عندها كل الاسباب اللي تخليها تعمل كده. ايوه بس الاسباب دي قديمة عمرها 20 سنة، ايه اللي خلاها تنتظر المدة دي كلها؟ كراهية بتكبر وتكبر زي المية، لما تغلي وتغلي بعدين يحصل الانفجار، ثم بعدين كل حركها والمرار. قصدك ايه؟ قصدي ان عمك لو كان توفى من غير ما يكتب كل اموال لبنته، كنت انت هتشاركها في الميراث بحكم القانون، لكن من ساعة ما كتب لها الميراث كله اصبحت وفاته مطلب عاجل عشان البنت تورث بسرعة، يبقى كأنه كتب لنفسه حكم اعدام. ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ تفتكر؟ نظرية الاحتمالات. ثم جايز كمان سبب تاني، يعني ممكن تكون قتلته عشان تبعده عن بنته بعد ما ابتدى يطالب بيها، وكان هيستمر طبعا وما كانش هيعدم طريقة يوصل لها بيها. ايوه بس دي ست ضعيفة ومريضة وما بتخرجش من البيت. هي مش خرجت دلوقتي وراحت الفيلا؟ ليه ما تكونش خرجت وراحت قبل كده؟ ما هي مادام بتقدر تمشي على رجليها يبقى الاحتمال موجود. لا 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 لا، احتمالات مش احتمالات، دي حاجة مش معقولة. ما تنساش ان الوفاة حصلت برصاصة، يعني مش عايزة قوة ولا هي صعبة عليها. ايوه صح. طب نقل الجثة ورميها في الترعة. دي مسألة لسه هنفكر فيها، وبرضه احتمال براءتها موجود. انا بقولك كده بس علشان ما تزعلش من اتهامتك. انا ستي دي زيك، احتمال براءتها موجود واحتمال ادانتها موجود برضه. حضرتك بتقول ايه؟ ده مش اتهام، افهميني. امال معناه ايه اللي حضرتك بتقوله ده؟ انا من وقت نعمل كل التحريات اللي ممكن تساعد. تساعد على ايه؟ ازاي حضرتك تفكر في حاجة زي كده؟ الحكاية كمان. والله انا شخصيا استبعدت الفكرة من اول ما سمعتها، لكن حضرة الضابط عنده نظرية الاحتمالات، ده لسه بيتهمنا انا كمان لغاية دلوقتي، يعني احنا كلنا متهمين. اسمع يا حضرة الضابط. افندم، افرض ان انا اللي قتل عماد. ماما اسكتي انت دلوقتي. افرض ان انا اللي قتل عماد، حضرتك عندك دليل يثبت عليا؟ لغاية دلوقتي لسه. لغاية دلوقتي يعني ايه؟ اسكتي انت خالص وسيبيني الحكاية دي ما اشوف اخرتها. انا كمان بحتج على المعاملة دي، وظهر ان العيلة هتضطر تجيب لها محامي. والله ده حقكم يا استاذ كمال، لكن انا ما عملتش اي اجراء غير قانوني. انا بس بسأل اسئلة. اسئلة مهينة، اسئلة جارحة. متشكرة اوي يا استاذ كمال.
اسكت انت كمان وسيبني. يعني الحق عليا؟ معلش معلش. اتفضل اسأل وخلصني حضرة الضابط، انا تعبانة واعصابي مش متحملة. حضرتك طبعا ما عندكيش عربية، جيت هنا ازاي؟ جيت هنا امتى؟ انا ما جيتش هنا ابدا. قصدي لما جيتي انت والانسة ليلى عشان تستلموا الفيلا. جينا التاكسي طبعا، تفتكر هنيجي ازاي؟ تسمح لي اتدخل يا فندم؟ ده سؤال غريب. ما تشغلش بالك، اصلا انا كنت بفكر في عربية المرحوم. طبعا هتستلموها. طبعا. خليني مع الهانم من فضلك. حضرتك بالظبط عيانة بإيه؟ والله انا مش هرد، في تقارير طبية. المهم ان المرض ده ما يمنعش حضرتك من الحركة بدليل انك قدرت تيجي هنا؟ ده كان ضروري عشان تكون معايا، لكن طبعا هي ممنوعة بأمر الدكتور من الحركة. في فرق بين ممنوعة وبين مستحيلة. قصد حضرتك ايه؟ حضرتك كنت فين ليلة الحادث؟ نعم؟ ليلة وفاة المرحوم. مش فاكرة طبعا، قصدي كنت في البيت. طيب كده؟ ايه يعني هروح فين؟ هو انا بخرج؟ أريسة ليلى. نعم؟ ليلى كانت معايا. ايوه كانت معايا وبايتة معايا وما سابتنيش ليلتها ابدا. الكلام ده صحيح يا أنيسة ليلى؟ طبعا مستحيح. مستحيح يعني ايه؟ يعني ماما هتكذب؟ لا طبعا، بس انا حبيت اتاكد. لا انا ما اسمحلكش تتهم ماما اكتر من كده. وانا متاسف جدا، تسمحوا لي امشي؟ ليه؟ مش يمكن عند حضرتك اسئله تانية؟ لا، بعد اجابه الانسه ليلى خلاص. اذنك يا استاذ كمال. اتفضل. مع السلامه. مع السلامه. معلش، هما بتوع المباحث كده دايما يشكوا في كل حاجه. لكن مش معقول انهم يشكوا فيا انا. بقى انت تصدق الكلام ده يا استاذ كمال؟ مش معقول طبعا يا فندم، ولا معقول. انا تعبت، اعصابي تعبت، لازم اخد الدواء. اتفضل. عايزه تقولي حاجه؟ لا ابدا. هقول ايه؟ ليلى، انا عايز اسالك سؤال. لا بلاش. انت ما كنتيش معاها ليله الحادثه. رد عليا، انت ما كنتيش معاها زي ما قال. ايوه. لا ما كنتش معاها ليله الحادثه. انا كنت ليلتها في البلد عند اهلنا. اهلها هي طبعا. اللي انا اتربيت عندهم. وطبعا هي اللي كانت بعتاكي. ايوه، اجيب فلوس من عند خالي، لكن ده مش معناه انها هي اللي قتلته. انا ما قلتش كده، لكن ايه اللي يخليها ما تقولش الحقيقه؟ ما اعرفش، يمكن عشان تخلص من الاسئله. تصرف غلط، وهو لاحظ، وانا مش عارف دلوقتي هيعمل ايه. يعمل اللي يعمله، ما ضريقه. ايوه ماما مستحيل تعمل كده. ليلى، ولكن مش عايز اسمع ولا حاجه. العواطف حاجه والعقل حاجه تانية. انا عارفه اللي هتقوله ومش عايز اسمعه. انا عايز اقابلها. تعبانه ما تتعبهاش اكتر من كده. لاحظ ان انا كمان متهم في القضيه. ولاحظ اني ما صدقتش اتهامك، وكان ممكن اصدقه زي ما انت متهم ماما كده. يا ليلى، انا بريء، ومش ممكن اسيب تهمه خطيره زي دي متعلقه في رقبتي. انت ضحي بماما؟ لا، انا ما اسمحلكش تعمل كده. وروح للبوليس ولا تعمل اللي تعمله. التجربة علمتني ان ساعات ابعد الاحتمالات
يطلع هو الشيء الوحيد الحقيقي. لكن انا كنت مستبعد اتهام الست دي، ليه هي كذبت عليا؟ اوقات في ناس بيكذبوا لمجرد خوفهم من التحقيق او من المحقق او علشان يخبوا حاجه مش عايزينها تتعرف، ويمكن ما يكونلهاش اي علاقه بالجريمه. طب رتب لي المتهمين حسب رايك في احتمالات الادانه، مين فيهم اولا؟ دكروري طبعا، اولا ثابت عليه الاختلاس، ثانيا فيه شريط تسجيل شبه كامل، وكمان يجي في الترتيب بعد كده. ولو ان شخصيته ما تدينيش الاحساس بانه قاتل. سيبك من حكايه شخصيته دي، انا شفت ناس في منتهى البراءه والطيبه وارتكبوا ابشع الجرائم، وانا شفت ناس ليهم شخصيات مريبه ورهيبه ومع ذلك طلعوا في الاخر ابرياء. قصدك شمس؟ اي واحد يتعامل معاه لازم يخاف منه ويشك فيه، لكن انا شايف انه ملوش اي مصلحه في ارتكاب الجريمه. لأنه مخلص لعماد من 25 سنة؟ طب ايه رأيك في اخلاصه لمراته؟ قصدي سيادتك يعني ممكن يكون اتفق معاها؟ معرفش، دي احتمالات ولازم نتتبعها ونمشي وراها. بس لحد امتى يا فندم؟ ده وكيل النيابة كل يوم بيستعجل نتيجة التحريات، والنهارده كمان جاني تليفون من رئيس المباحث الجنائية. الاستعجال ما يجيبش نتيجة، حتى بالعكس، ده استمرار التحريات والإجراءات بتخلي المجرم حذر في كل تصرفاته. طيب أوامرك يا فندم. أنا عايزك تحطهم كلهم تحت المراقبة، كلهم كلهم، وابتداء من دلوقتي حالا. حاضر يا فندم. أهلا، تسمحوا لي؟ تفضل أنت يا علاء. حاضر يا فندم. انا كنت متاكد انك انت حفيد. تعمل يا استاذ كمان. يعني حضرتك ما لاحظتش اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ الست دي كانت بتكذب عليك كده كده. واسمح لي اتكلم بكل صراحه، انا بصراحه ما يهمنيش اثبت مين اللي قاتل، دي مش شغلتي، دي مهمه البوليس. انا كل اللي يهمني اكده بالطبع انك انت بريء وما قتلتوش، دي الحقيقه. علشان كده جيت لحضرتك. اصل بعد ما مشيت انا حاولت اتاكد من ليلى وسالتها وهي اعترفت لي كده كده. قالت لي انها ما كانتش مع مامتها ليله الحادثه، وانها كانت في البلد عند اهلهم، يعني الست كانت لوحدها وممكن تعمل اي حاجه. يعني انت في رايك انها مثلا عملت حاجه؟ انا ماليش راي في اي حاجه، انا جيت ابلغك وخلاص. وكمان في حاجه ما تعرفهاش لازم اقول لك عليها، لان قررت ما سيبش اي حاجه ما اقولش عليها. دي احسن طريقه لاثبات براءتك، ده اذا كنت بريء. تاني نظريه الاحتمالات اللي مش هخلص منها. لقيت ما نقبض على القاتل ويعترف. ايه المعلومات اللي انت كنت مخبيها؟ انا مش مخبيها، بالعكس، ده انا بحضر عنها تقرير وهقدمه لسيادتك. تقرير؟ ايوه، بالارقام والمستندات. تاني عن اختلاس ذكوري؟ لا، بكل اسف، عن انحرافات عمي. ايه انحرافات؟ ايوه، تزوير في الدفاتر والمستندات عشان يتهرب من الضرائب، غش في التوريد، اختلاس مبلغ ضخم في المقاولة بينه وبين جهة حكومية. وانت اكتشفت الكلام ده لما استلمت الشركة؟ مش انا لوحدي اللي اكتشفته، ده الحكومة كمان اكتشفته وبعت تطلب تحديد المسؤولية. كده؟ يا ترى المعلومات دي لها قيمة في القضية؟ ممكن يبقى لها قيمة وممكن ما يبقى لهاش أي قيمة. قولي. نعم. الحكومة اكتشفت الحقيقة دي وبعد تطلب تحديد المسؤولية امتى؟ بعد حادثة قتل عمك ولا قبلها؟ حسب الأوراق اللي عندي قبل الحادثة بأربع خمس أيام. ليه؟ أبدا يا أستاذ كمال، أبدا. شمس، شمس، هو بيروح فين بس يا اخواتي كل شوية؟ شمس. أيوة يا ماما، عاوزة حاجة أعملها لك. شمس فين؟ معرفش، خرج. قالك انه خارج؟ لا. طب يبقى راح فين؟ معرفش، يمكن بيشتري حاجة. انا خايفة لا يكون بتوع المباحث خدوه ولا عملوا معاه حاجة. تحب اكلمهم في التليفون اسألهم؟ ايوه، كلميهم وقولي لهم ان ما كانوش هيبعدوا عنا انا هجيب محامي. طيب بس استريحي، انت
تعبانه يا ماما، مش عارفه ايه اللي بيحصل لما تتنرفز. طيب بس اذا رجع شمس ولا الضابط قال لك حاجه تعالي قولي لي. حاضر يا ماما، بس انت تسيحي وما تقوميش من السرير. انها ما شافتنيش ولا حسنتش بيها. طب استنى بس لما ديها المعدي عشان تنام. يا ستي ما تسيبيها صاحية تعمل اللي تعمله، بقولك مفيش وقت، ده مش بعيد كل حاجة تنتهي النهاردة. طب يلا يلا بينا بسرعة. لا طب تعالي من هنا عشان ما تحسش بينا. الحمد لله اللي لحقت اشوفك. ما تقولش كده. انا مش هكدب على نفسي ولا هكدب عليكي، انا عارف حالتي كويس وعارف ايه اعراض النهايه. اطلب الدكتور. انت ما قدرتش وما بتحركش ليه؟ قدرك اطلب الدكتور. ملوش لزوم يا بنتي، الدكتور مش هيفيد بحاجه. مش معقول هنسيبك كده يا بابا. كل عمر وله اخر وانا عمري انتهى. انا هطلب الدكتور بنفسي. استني استني، قلتلك مفيش فايدة. انا الحمد لله اللي قدرت اصلح غلطتي وارجعك لبيتك واسلمك ثروتك. كل ده ملوش قيمة دلوقت، المهم انت. انا خلاص يا بنتي، كل كبير ولو اللي اكبر منه عمات خالص. معرفش ومش منتظر حد، لكن دلوقتي خلاص ما يهمنيش. حضرتك الظابط؟ مفيش داعي للمقاومة، بس على شوف من هنا. مفيش غير الراجل. راجل مين؟ عماد بيه بيه، حرام عليك، الراجل بيموت ويودع بنته. بابا مش ممكن اسيبك كده، انا هطلب الدكتور ويحصل اللي يحصل. سلامتك الف سلامه يا عماد بيه. انت مين؟ ده البوليس. انا اللي غلطان، ما شفتوش وهو مراقبنا. اعمل معروف، بابا تعبان قوي. اذا ما كانتش دي لعبه جديده هيتنقل على المستشفى حالا. انا خلاص مش عايز حاجه غير ان بودع بنتي. هاتي ايدك يا ليلى. انا جنبك يا بابا، مش هسيبك. انا غلطت في حقك غلطه اكبر من جريمه، وغلطت في حق امك ولا حق، ولا حق تكرهني. ايوه لا حق، بس انت خلي بالك منها. انت حالا تبرد اسعاف. انا عايزك في كل حاجه تعتمد على كمال. فهمان يا بنتي. ايوه بس السر اي حته. الدكتور فين؟ اتصل باي حد باي حاجه. ايوه شمس راح يطلب عربيه اسعاف تنقله المستشفى. شمس الصديق المخلص اللي كان احرص مني على بيتي وعلى اهلي وحتى على نفسي. انا من واجب اسالك دلوقتي ايه اللي حصل بالظبط؟ ده وقت اسئله وتحقيقات. عايز يلحق يعرف الحقيقه، وطبعا يلحق. انا لما الدكاتره اكدوا لي ان مرضي ميؤوس منه واني مش هعيش اكثر من 3-4 اشهر، ربنا هداني وفكرت في بنتي ومراتي وحبيت اعوضهم عن كل اللي حصل. وحضرتك عارف موقف ماما ازاي رفضت وكان لها حق وما كانش. المهم انها رفضت تخليني حتى اشوف. لكن انا كتبت لها كل اموالي وبقيت زي المجنون عايز اسابق الزمن، عايز اخد منها كل الفلوس اللي في السوق، وضغطت على دكروري علشان يرجع اللي عنده، وحرمت كمال علشان ما ياخدش حاجه، واكتر من كده كمان. ايوه زورت واختلست
وعشيت في المولى وحاولت اتهرب من الضرائب، لكن كل شيء انكشف واصبحت معرض للسجن على اخر يوم. وانا عيان وبموت وبوضع في ايامي الاخيره. وفي ليله الحادثه مش ماما اللي راحت، انا اللي رحت له. ايه انت؟ ماما سافرتني البلد عشان تبعدني ومتخيليش اشوفه، لكن انا رحت له. ايوه، بعد ما خرج كمال وخرج دكروري، وانا كان جاي لي استجواب من الحكومه عشان اللي عملته، وكان ممكن تاني يوم الصبح يتقبض عليا واترمي في السجن واتبهدل على اخر ايامي. فكرت انا وشمس ولقينا احسن حاجه ان بابا يهرب من المسؤوليه. ايوه، وفضلت بدل ما اتبهدل في السجن في ايامي الاخيره اجي اعيش هنا في بيتي. ما دي شقه بابا القديمه اللي كان عايش فيها هو وماما. كان كل تقديرنا ان البوليس هيفضل يدور عليا، وهيلاقي بنتي عارفه مطرحي واقدر اشوفها وتشوفني، ولما اموت كل حاجه هتمشي زي ما هي، وهي قدرت كل حاجه. لكن حصل اللي ما كانش يخطر على بالكم. لقيته اكيد في الترعه اللي قدام الفيلا، افتكرتوه بابا. انا شفته بنفسي، هو صحيح كان مشوه بسبب الميه، لكن كان تقريبا زيك وفي جسمك. والباقيين استغلوا ده، يمكن لان ده كان امالهم. دكرور اتعرف عليه وقال ان انا هو علشان يفلت من الاختلاس. وشمس لما قال لي عجبتني الفكره، وقلت انا استغل الفرصه دي واقرب بيها بالمسؤوليه. وكمال علشان يورث. انا متاكده ان كمال اتغش وصدق، لكن انا لما رحت المستشفى كنت عارفه ومتفقه مع بابا. وبعد كده فضلت هنا؟ لكن ما قدرتش اجيب ولا دكتور لاني خفت انكشف، وده اللي سوى حالتي وعجل بالنهايه. لكن تسمحي لي يا انسه، انت مسؤوله انت وشمس امام القانون، لانكم تسببتم في ازعاج السلطات